من أخطر الحالات اللي ممكن يوصل ليها مريض الكبد هي التليف. يعني إيه الكبد المتليف والفرق بين الحالة دي وبين إصابة الكبد بالأورام، وإزاي يكون التشخيص والمضاعفات والعلاج؟ كل التفاصيل دي هنعرف إجابتها من ضيفنا الأستاذ الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب القصر العيني. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك، أهلا بيكي. اهلا بحضرتك دكتور. خلينا نعرف المشاهدين الاول يعني ايه تليف الكبد، وايه يعني ايه اللي بيوصل المريض ان الكبد يبقى متليف عنده، ايه الاسباب، وهل هنا العلاج بيتوقف عند هذه الحاله ولا لا؟ طبعا حضرتك عارفه تليف الكبد ده عباره عن ان الخلايا الكبديه الطبيعيه بيحصل لها ريبليسمنت او بيحصل لها تعويض، بدل ما بيحصل بخلايا طبيعيه بيحصل بخلايا بتليفات موجودة بدل الخلايا الطبيعية اللي هي خلايا الكبد الطبيعية. طبعا مع ازدياد نسبة الخلايا المتليفة أو الأنسجة اللي فيها نسبة تليفات، ده بيؤدي إلى مع مرور الوقت إلى ضرر في كفاءة الكبد، ما بقى مش هيبقى يشتغل بصورة طبيعية. طب إيه اللي بيخلي الكبد يحصل له هذا التليف أو هذا اللي بنسميه التشحم او التليف؟ في اسباب كتيره جدا. اهم اسباب في مصر هو الاصابه الفيروسيه، زي ما حضرتك عارفه الاصابه الفيروسيه نتيجه فيروس بي او فيروس سي. وهنا مصر طبعا كانت للاسف كانت الدوله الاولى في نسب الاصابه بفيروس سي، في كان الكلام ده من فتره بسيطه، ولكن الحمد لله قدرنا نتغلب على هذا الموضوع، والنهارده بقت مصر الدوله الاولى والرائده في التغلب على مشكلة فيروس سي. قدرنا نعمل ندي علاج لكل الناس المصابين بفيروس سي، وكمان عملنا مسح لكل الناس اللي مش عارفة ان عندها فيروس سي وكان عندها، وادينا لهم علاج بالمجان. فإذا مشكلة فيروس سي الحمد لله اتحلت بوجود منظومة متكاملة. فيروس بي برضو بينتقل عن طريق الدم زي فيروس سي بالظبط، عن طريق الدم ومشتقات الدم. برضو في حاجات تانية مهمة جدا يمكن أقل أهمية شوية لكن برضو موجودة في مصر، وهو مرض الكبد الدهني. الدهون لما بتزيد نسبة ترسبها على الكبد مع مرور الوقت ممكن تعمل التهاب مزمن ثم تليف ثم أورام في الكبد. إزاي دكتور المريض يقدر يعرف أن عنده إصابة في الكبد، سواء تليف أو إصابات بي أو سي مثلا؟ يعني إيه الأعراض اللي بتظهر على المريض لما يحصل له إصابة في الكبد؟ طبعا ده سؤال مهم، بس للاسف في المراحل الاولى بتبقى اعراض بسيطه يمكن المريض ما بياخدش باله منها. المريض بيبتدي ياخد باله لما بيكون في اعراض واضحه. مع وجود هذه الاعراض الواضحه بيكون الحقيقه الكبد بقى في مرحله متقدمه من مراحل التليف. عشان كده احنا دايما بنقول ايه، ان يبقى في كشف دوري وتحليلات دوريه ان شاء الله مره كل 6 شهور او مره كل سنه للتاكد من عدم الاصابه باي مشكله مزمنة في الكبد. لكن لو هنعتمد على الأعراض هتبقى مشكلة، هنكتشف المرض في مرحلة متأخرة. طيب الأعراض بتبقى عادة وجود نوع من الكسل، ونوع من في وقت من الأوقات بيبقى فيه شوية تورم في الرجلين، إصفرار في العينين، تورم في البطن. أعراض دي بقى مرحلة متقدمة شوية من مراحل تليف في الكبد. احنا مش عايزين نكتشف ده في هذه المرحلة، احنا عايزين نكتشف في مرحلة قبل كده عشان نلحق نعالج. ايوه برضو عايز اكمل الاسباب اللي هي بتاعت التليف في الكبد. اسباب برضو موجودة، وهو الخلل او الالتهاب المناعي في الكبد اكثر عند السيدات، ده بيؤدي الى التهاب مزمن ثم تليف ممكن يوصل الى اورام. كذلك بعض الحاجات زي ترسبات الحديد والنحاس نتيجة خلل في الميتابوليزم الموجود في الجسم بتبقى حاجة وراثية يعني. دكتور بعض الدكاترة بيختلط عليهم الأمر لما الموضوع بيجي لوجود فيروس في الكبد أو وجود ورم في الكبد، فإزاي بتقدروا تفرقوا بين الفيروس أو وجود ورم أو تضخم في الكبد؟ إيه أهم الأشعاعات والتحاليل المطلوبة؟ ده سؤال مهم جدا. إحنا عندنا سلسلة من التحليلات والفحوصات اللي هي عباره عن تحليلات عن طريق الدم زائد موجات صوتيه على الكبد ومنطقه البطن والحوض. التحليلات دي طبعا بتبقى في الاول بتبقى تحليلات عامله شامله عامه وشامله.
وبعد كده بيبقى في تحليلات متخصصه اكتر عشان نعرف السبب. يعني لو لقينا ان في خلل في وظائف الكبد مثلا او خلل في كفاءه الكبد، بنبتدي نعمل فحوصات اكثر دقه علشان نعرف ما هو السبب اللي خلى الكبد يبقى فيه مشكله. فبنبتدي نعمل تحليل الفيروسات الكبديه، بنبتدي نعمل تحليلات المناعه، تحليلات بعض الحاجات بتاعت الحديد والنحاس وهكذا لحد ما نوصل الى السبب الرئيسي. كذلك بنعمل موجات صوتيه. الموجات الصوتيه اهميتها ايه؟ اهميتها انها اولا بتشوف، بتبين لنا، بتدي صوره واضحه للنسيج الكبدي، هل ده نسيج طبيعي ولا في نسبه التهابات مزمنه او تليف. كذلك في اجهزه جديده دلوقتي بتتاح لنا ان احنا نقيس درجه تليف الكبد بالظبط، يعني بحيث ان هي بتبقى كمان اكثر دقه من الموجات الصوتيه العاديه. الموجات الصوتيه العاديه بتبين نسيج هو ان في شويه تغيرات في الكبد، الجهاز الجديد بيبين بدقه هل التغيرات دي نسبه تليف ولا لا ودرجه التليف. مع كل ده، الفحوصات والموجات الصوتيه والجهاز اللي بيقيس درجه التليف، بنقدر نوصل للتشخيص الدقيق، لانه زي ما حضرتك عارفه اول خطوه في العلاج المظبوط هو ان احنا نشخص مظبوط. عالجنا مظبوط يبقى ان شاء الله لا، وخصوصا في مرحله مبكره، فبنقدر نقي المريض من مضاعفات تليف الكبد. دكتور، مريض الكبد اول ما بيعرف ان عنده فيروس او عنده مشاكل في الكبد، الحياه يمكن بتسود قدامه، ده بسبب ان يمكن البرسنتج او نسب الشفاء منها بتبقى قليله شويه، او يمكن ده اللي وصل لنا احنا مش دكاترة، يعني احنا مش عارفين قوي، فبنفتكر يمكن ان نسب الاصابة الشفاء عفوا قليلة جدا. هل وجود ورم في الكبد مع وجود فيروس يمكن نسبة شفائه ولا لا يا دكتور؟ اولا زي ما قلت في بداية البرنامج، انه الاكتشاف المبكر يعني الشفاء بنسبة كبيرة جدا، قد تصل الى 100%. وهضرب حضرتك مثلا، عيان اكتشفنا ان عنده فيروس سي او فيروس بي، وانس ان هو اتعالج الحمد لله، العلاجات متوفره سواء لفيروس سي او لفيروس. اول ما العيان اتعالج بصوره مظبوطه ومبكره واخذ العلاج المظبوط، نسبه الاصابه في الكبد بتقل بمرور الوقت. لو كان عنده فعلا نسبه اصابه التهاب مزمن او حتى نسبه تليف، مع مرور الوقت، مع مرور اخذ العلاج المناسب اللي هو المضاد للفيروس سواء بي او سي، مع مرور الوقت الانسجه الكبديه او الخلايا الكبديه بتجدد نفسها، وهيتحسن جدا المريض على المدى الطويل. كذلك نفس القصه بالظبط، لو العيان اكتشفناه وكان عنده اوريدي ورم في الكبد، كل ما اكتشفنا الورم في الكبد بدري، كل ما نسب الشفاء اللي قد تصل الى 100% برضه بتكون عاليه جدا. والحمد لله ان احنا في مصر الحقيقه عندنا كل اشكال العلاجات المتقدمه جدا والحديثه جدا في اورام الكبد. أورام الكبد زي ما حضرتك عارفة بتنشأ نتيجة وجود تليف في الكبد، يعني أهم سبب لأورام الكبد هو وجود تليف في الكبد. يبقى إذن احنا ممكن نرجع خطوة للوراء ونخلي بالنا، بدل ما نبتدي نتكلم ونشوف ونعالج تليف في الكبد وورم الكبد، طب احنا ممكن نعمل خطوة استباقية ونمنع حدوث التليف، وبالتالي هنمنع حدوث الأورام. دكتور أشرف الحديث. عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة القصر العيني، بشكر حضرتك على المعلومات القيمة والمهمة اللي زودتنا بيها في الحلقة.